فرصتي فرصتي. حضرتك دي الحيطة، التماثيل اهي. يبقى اكيد حضرتك عايز بقى ورق برد، صح؟ حضرتك تحب مسطر ولا مربعات؟ ولا ولا انت مش عارف تتكلم مع الزباين. قالك عايز ايه؟ عايز هشت باين. هشت ايه؟ بس سيبني اتصرف. صباح الخير. حضرتك مش دي كل البضاعة اللي عندنا، يعني احنا عندنا بضاعة تانية موجودة في المخزن للزباين المميزين. مين فيكم صاحب البازار؟ ايه هتقول انا؟ مين فيكم ايه حضرتك؟ يعني باين في شرق فاسع بيني وبينه يعني. انا عايز اجر البازار. تأجره ازاي حضرتك اذا كنت انا اصلا ما اجره؟ لا انا مش عايزه شقة مفروشة، انت فهمت غلط وركز معايا. انا عايز اجره لمدة يوم. يوم واحد متهيألي حضرتك مش هتلحق تربي زباين. يا دولة ممكن يجي بزبونه يا عم، افهم. حضرتك يعني تليفون يا باشا. الو، ايوه انا سيد سبيلبرج. يا ابني ده ما بيتكلمش، مش ده اللي بيتكلم. اتفضل يا باشا. ايوه سيد سبيلبرج المخرج معاك. ايه بتقول؟ ايه احمد السقا اعتذر؟ عارف ان الفيلم من اخراجي انا سيد سبيلبرج واعتذر يا استاذ؟ قلت له سيد سبيلبرج. شفت احمد السقا اعتذر عن الفيلم، فاهم ان انا ستيفن سبيلبرج المخرج بتاع حواري هوليود في امريكا، بوظ لي 9 افلام لغايه دلوقتي. يا استاذ قول له سيد سبيلبرج بتاع نزله السمان. ايوه يا حبيبي، ايوه انا ما بلعبش، انا عالمي، انا اكشن. انتهى كات. حضرتك على كده بقى مخرج؟ انت ايه عايش بره التاريخ؟ ابقى تقل بقى دول عشان بره التاريخ ساقع. انا واعوذ بالله من كلمه انا 100 سنة سينما. كل سنة وحضرتك طيبة. يا أستاذ ده تاريخي الفني مش عمري يا أستاذ. في حاجة. أيوة إزاز. في حاجة في الحيطة فوق. حضرتك إزاز. حضرتك أنت فاكر إن أنا يعني مش مثقف فنياً؟ ده أنا عندي معلومات جامدة جداً وبعرف المخرج من أول ما أشوفه، دايماً يبقى لابس البدلة بالشماعة كده. شماعة. ما فيش. اتفضل حضرتك اقعد. اتفضل حضرتك. الحقيقة أنا مش جاي علشان أعود، أنا جاي ألتقط بعض المناظر من البازار علشان أدخلها بعد المونتاج جوه الفيلم الجديد بتاعي. حضرتك فيلم إيه؟ والله هو سافر طب وأنا مالي. فيلم اسمه والله هو سافر طب وأنا مالي؟ طب إيه علاقة هو سافر بنا مالي بالبازار يعني؟ هي دي الحبكة الدرامية يا أستاذ. والله هو سافر البطل عندي أخذ بعض التماثيل الأثرية حطها في شنطة وسافر وهرب من المطار. لما راح المطار التاني زبطوه عشان يرجعوه المطار بتاعنا. انا قلت انا كمخرج هتلخبط بين المطارين، انا مالي وانا ما حبش حد يناقشني. حضرتك ممثل؟ لا حضرتك انا جمهور. خلاص اتكلم بعد الفيلم ما ينزل، انا ياما بتشتم من النقاط. خلاص هاجي اصور بكره. طب ما بلاش بكره، يا ريت حضرتك تخليها بعد بكره عشان انضف لك البازار بقى واوضبه. لا انا عايز البازار زي ما هو، بترابه بعبقه بكزرته بوسخته بيكو بيكو. انا مخرج درتي. لا ما واضح يا استاذ. حضرتك واضح بما ان انت واقعي يعني ودرتي، هسيب لك البازار زي ما هو كده. ولا يا رمزي نعم. انت مش هتبيت هنا النهارده؟ يا دوله. يبقى زي ما هو بكزرته. وانت جالك صفقة تماثيل في البازار ولا ايه؟ صفقة تماثيل ايه؟ انا بس بختار تماثيل مميزة عشان تشرفني في البازار. يا سلام دي فكرة هايلة. اقولك على حاجة بقى، انت لو عايز فعلا تعمل تسويق للتماثيل دي فانت ممكن تستخدم التقنيات الحديثة في التصوير والنت بان انت تاخد زوايا بؤرية ليها من ابعاد مختلفة. بؤرية ايه وابعاد ايه؟ انا الموضوع ابسط من كده بكتير. في ناس جايين يصوروا فيلم عندي في البازار يعني، وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس ان البازار هياخد جايزة في مهرجان كان.
جايزه في مهرجان كان البازار. طبعا وابقى بقى ايه بازار عالمي وكل المخرجين والمنتجين يجوا بقى يتعاملوا معايا لان انا معروف وبيدفعوا جامد قوي الناس دي. اه على فكره عادل انا اسمع ان الاجور العالميه وصلت لحد 2 مليون. اه ما انا طبعا مش هقبل اقل من كده يعني، وخصوصا ان انا بعمل فيلم مع سيد سبيلبرج ده عارفه ده اللي اخرج الفيلم بتاع اوعى رجلك لو سمحت عشان عايز اعدي والنبي. انا مش عايز صوت في البلاتو، عايز تركيز وانا بكري. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. مين الحيوان اللي كان هو ده يا فندم؟ ايه يا دولا؟ وبعدين هو دلوقتي بيصور الهواء، مين اللي قدامه اصلا؟ انت مالك؟ انت بتفهم في الفن؟ لا يبقى ما تتدخلش. خلاص انا مش عايز مشاكل ومش عايز خناق، اما اجي اصور محدش يتكلم. انا بحسبك بتعطس. تركيز تركيز. مش عايز صوت في البلاتوز. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. يا جدع يا جدع انت مش هتوترني انا، انت هتوتر الممثلين. هما فين الممثلين؟ مش شايف حد حضرتك. اه هما فين الممثلين؟ مش دي حاجات تافهه عبره يا قلبي ما تهمنيش. اه صحيح حضرتك هتركز في ايه ولا في ايه؟ انت كفنان طبعا مسؤولياتك كتير ما شاء الله. خلاص خلاص انا هستعين بالانتاج. استاذ عبد الحميد انتاج. ايوه يا استاذ. ايه يا استاذ في منى زكي؟ في الطريق يا استاذ. خليها تيجي عن طريق الدائري. حاضر يا استاذ. لا 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 دائري ايه؟ بلاش الدائري، الدائري هتقعد تلف 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 مش هتعرف توصل، لكن حضرتك لو جت خرمت من المحور هتوصل بسهوله قوي. انت كده فعلا، خليها تخرم من المحور عشان تيجي بسهوله. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه، انا عايز 3 وجبات وازازتين ميه معدنيه و3 باكيت سجاير. حاضر يا استاذ. انا مش اي مخرج. من عينيا يا استاذ. اتفضل اخويا. اتفضل يا حبيبي. نركز مع بعضينا كده بقى. اتفضل نركز مع بعضينا. الو تليفون يا استاذ. ما تجيش التليفونات الا وانا بخرج. معلش يا استاذ. الو ايه احمد السقا مصر على الاعتذار؟ لا ما هو عاوز يعجزني، انا عارف ده موقف وانا هعجزه بقى. يرجع ال 20 جنيه العربون. اه يرجع وينسى العالميه. واتصل لي بكريم عبد العزيز خليه على الويتنج على طول كده. طب قال يعتذر. قال يا استاذ سبيلبرج معلش يعني الاستاذ احمد السقا ده ابن حلال والله، ده حبيبي. انت تعرفه؟ يا نهار اسود ده عز المعرفه. ابن خالته واخد بال حضرتك، يبقى صاحب ابن عمه مراتي. اه وبعدين يعني حضرتك بلاش حكايه قطع العيش دي، يعني عايز تغسل له اغسل له. لا يغسل له ايه؟ افرض حصان. احمد السقا هيصرف منين على الحصان اللي عنده؟ هو عنده حصان. الو استاذ كريم عبد العزيز. يا استاذ كريم عبد العزيز. ايوه استاذ كريم عبد العزيز. والله الو. ايوه كراميلا انا سيد سبيرج. لا الدور المره دي مختلف تماما، بائع اثار متجول. اه بشنطه كده زي اللي بيمشي في اسكندريه على القهاوي. اه ومطارد، يعني مطارد فيه مطاردات كتير جدا في الفيلم. يا استاذ كريم. استاذ كريم حضرتك ده دور امين، ده دور جديد على حضرتك خالص، وانا بحب حضرتك خالص وشفت الافلام بتاعتك كلها اللي هو بتاع حراميه في تايلاند كي جي 2 دي وام علي اللي هي كان عليها زبيب. ايوه استاذ كريم. مين اللي بيقول لك ام علي اللي عليها زبيب؟ ده كومبارس متكلم معايا. استاذ مين اللي بيسلم على الاستاذ؟ يا جدع يا جدع. ازيك يا استاذ كريم؟ انا بحبك وعايز اتصور جنبك. عايز اتصور جنبك يا استاذ. ايوه استاذ كريم. مين اللي عايز يتصور معاك؟ ده كومبارس صامت. غصب عني ده هم بيشدوا مني التليفون وانا واقف. ايوه اصل الدور حلو قوي. ايه؟ قفل السكه في وشي. بس انا مش هيأس. انا هجيب ممثل عالمي امريكاني. اتصلوا لي بسليمان عيد. سليمان عيد ايه حضرتك؟ اللي خليك تجيب ممثل من جنوب افريقيا؟ وبعدين حضرتك يعني ده مش عضو نقابه، البطل اللي هنا حضرتك لازم يبقى مصري، ولازم يكون رضع من نيل مصر، ومشي في شوارعها، وشرب من نيلها، وركب تكاتكها. ايه الوش ده؟ ده وش القفص. انت ما فكرتش تمثل قبل كده؟ انا فكرت يا استاذ. انت عمرك فكرت؟ انت عمرك فكرت؟ خلاص اسكت خالص. حضرتك يعني انا صراحه ما فكرتش يعني، بس يعني من زمان كان نفسي امثل من تاني اعدادي. حلو قوي. اعمل لي اي مشهد كده عشان انا شايف فيك حاجه كويسه كده. حاضر امثل لحضرتك. اقول اكشن مثل. حاضر. اوعى اوعى يا ابني. اتفضل. اي مشهد بسرعه كده. حاضر. اكشن. انا همثل لحضرتك مشهد اللي هو واحد عنده مساعد. مش عايزك تحكي يا حبيبي، انا عايزك تمثل وانا اللي اقول، يعني انت خش على طول في التمثيل. حاضر. اكشن. هو بقى عنده مساعد غبي قوي. مش عايزك تحكي.
مش على طول في المشهد. اكشن. طب هو ممكن يعمل دور الغبي؟ ايوه ماشي ماشي. بس ايه ما تعملش دور غبي يعني ما تمثلش يعني خليك بطبيعتك. ماشي اكشن. ولا فين انت ايه انت كسرت التماثيل ولا ايه؟ ايوه يا بطل. طب انت ايه التماثيل اتكسرت يعني يبقى انت كده هتبقى مخصوم منك هخصم منك فلوس كتير جدا. يلا يا رمزي يلا. انا تحتك انا تحت امرك يا بطل يا نجم. خلاص خلاص بص سروس كده اهو سروس. وروح بقى دلوقتي غور من تعالى كده ما تبقاش على اكسل غور من البازار دون بسرعه. لا بسرعه ما تدوس على المخرج يلا. يا ابني يا ابني حاسف. و ها بسرعه. هاي مش ممكن. وشك فيه فوتوجينيه. فوتوجينيه؟ هايل ربنا يخليك. انت بطل الفيلم الجديد بتاعي. انا البطل يلا يا رمزي انا البطل. الو ايه؟ الحق يا استاذ حجز الاستوديو اتضرب هنصور فين بكره؟ صدق ان انا متشائم منك كل ما تيجي معايا لازم الاوردر يتضرب. حظك سيء يا استاذ الفيلم ده انا مش هعمله انا هبدا فيلم جديد. سلام عليكم. يلا يا ابني شيل الكاميرا يا ابني. دوله دوله الحقوا بسرعه دوله. خليه يصور عندك في الشقه بدل ما اي حد من النجوم يعني يجيب له شقه ويصور فيها وينتش البطوله. لا بطوله تتلطش مني ده انا ما صدقت فرصتي جات لغايه عندي من غير ما اقصد. يا استاذ سبيلبرج. نعم. وحضرتك ايه معزل ولا ايه؟ استاذ حاجاتنا بس استاذ سبيلبرج حضرتك يعني ما تفركش ولا حاجه ممكن تصور عندي في البيت. يا جماعه ساعدوني بقى يا جماعه ده انتوا اهلي وعيلتي يعني المفروض تقفوا جنبي. النهارده بدايه طريقي للنجوميه والراجل المخرج والناس اللي جايين يعملوا الفيلم ده قالوا ان مفيش حد يبقى موجود في البيت ساعدوني. يا عادل والنبي انا عايز اشوف منى زكي وبعدين فيها ايه يعني في ممثلين كتير قوي مراتاتهم بتروح لهم وهم بيصوروا. انا مش هخرج من هنا مش هتحتح من على الكنبه دي. هنروح فين يا عادل طول النهار؟ يا ماما استحملوا يا ماما دي حاجة بسيطة يعني وبعدين عموما أنا ممكن أدي كل واحدة فيكو 20 جنيه يعني تشبرقوا نفسيكم. هات أنا 10 جنيه ومش هخليك تشوف وشي خالص. 20 جنيه إيه يا ابني؟ ده أنت كمان 5 دقايق هتبقى نجم النجوم. اللهم صل على النبي. كمان 5 دقايق لما أبقى نجم أنا دلوقتي ما بقتش نجم. يا رانيا يرضيكي كده يا رانيا؟ أقل من 40 جنيه مش هتزحزح من على الكنبة. يا ماما طب ماما اعقليهم انت يا ماما. كنت عقلتك انت كل واحده تحط في ايدها 100 جنيه. 100 جنيه تستغلوا الموقف يعني. ماشي انا موافق تعالوا بس هديكوا الفلوس بقى وانتوا خارجين يلا. ايه مفيش ثقه ولا ايه؟ مفيش ثقه. مفيش امانه. مفيش امانه. هات يا عم اتفضلي ادي ال 100 جنيه اهم وريني اهم. هات دوري اتفضلي يا ماما ادي ال 100 جنيه اتفضلي يا رانيا عديهم كويس. بقول لك ايه يا عادل امانه عليك والنبي يا عادل ما تبص لمنى زكي. على الله بس هي ما تبصليش يعني. ايه عامل فيها هم يعني ولا ايه؟ انا عايز اخد 100 جنيه انا كمان ادولها. يا 100 جنيه ايه؟ ما انت قدام عينك اهو 300 جنيه راحوا ليهم و200 جنيه اديتهم لمجيده والنجلاء والياسمين 500 جنيه في يوم واحد. بس كل دي مش اشكال. فلوس بقى اللي بحق وحقيقه هتيجي بعدين. عارف يالا يا رمزي؟ عارف بقى يالا انا بحلم بايه؟ بايه يا دوله؟ بحلم بقى ان انا ابقى نجم كبير والاستاذ محمود سعد يستضيفني في البيت بيته ده. ها وبعدين يقعد يقول لي اشرب العصير يا نجم اشرب العصير. كنت من زمان وانا بتفرج على النجوم اللي بيستضيفهم وهم بيشربوا العصير كنت هموت على بق عصير. ان شاء الله يا دولة. هو البرنامج ده هيجي الساعه كام يا دولة؟ بس بقى يا رمزي ما تبوظليش الاحلام اللي انا فيها. وصوري بقى هتبقى ماليه الجرالين وتبقى ماليه المجلات وصوري بقى كمان ايه على كوبري اكتوبر كل كوبري اكتوبر مرشق صورتي بقى مرشق صورتي صور كبيره مع النجم الجديد عادل سعيد. حلو برضو الاسم ده على فكره. حلو الاسم انت اول مره تعرف اسمي مع النجم عادل سعيد في فيلمه الجديد. الله هو سافر طب وانا مالي. التاريخ هيبتدي يتسطر. يلا تعالى يا دنيا ربنا يبارك لك يكرمك يكرمك. ساعة بنرم الجرس يا أخي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا
اهلا يا استاذ منور. اهلا وسهلا يا استاذ سبيلبرج. ايه راي حضرتك في الشقه بتاعتي؟ يعني حضرتك انا كله مظبوط زي ما حضرتك كنت طالب. مكان حلو قوي. في حد غيركم هنا؟ لا انا وهو بس. مش حضرتك قلت لي ماشي بقيه العيله؟ حلو قوي، عشان يبقى المكان فاضي واخد الشطات بمزاجي وعلى روقان. صح يا رجاله؟ صح يا باشا. ايه ده عصابه ساعه الباشا؟ امال فين منى زكي؟ لا 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 لا، مالكش دعوه بالزملاء. فين منى زكي؟ فين فلان؟ ما احبش اي ممثل يبدا البدايه دي معايا. لا بكرك عبقري، ما احبش الجو ده. تخليك في شغلك ومشاهدك. حاضر. تحفظ المشهد اللي انت هتعمله. حاضر. فين المشهد؟ اهو يا فندم. يقول لك فين منى زكي؟ فين عمر الشريف؟ وما يجي يمثل يقف. اتفضل، ادي المشهد اهو. ان شاء الله هحفظه كله تمام. اتفضل. ايه ده بس حضرتك؟ ده ايه ده؟ ده اربع صفحات. طب ممكن اقعد احفظهم على جنب مع نفسي كده جوه يعني مثلا في الاوضه جوه؟ اه اتفضل. ممكن اخش اسمع له؟ اتفضل يا سيدي. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انت هتسرق الكاميرا من اولها. هي كده هي الممثلين كده يسرقوا الكاميرا. اتفضل. تسرق الكاميرا من اولها؟ امشي. ماسفين جدا يا استاذ، ربنا يخليك لينا. بقى دول، ها فرصتك يا عم وجات اهي، ما تضيعهاش بقى من ايدينا بقى. ما تضيعهاش من ايدينا. وانت مالك انت يا ابني؟ احنا ولود عم يا دول بقى. بص انا داخل على النجوميه، ما تفكرنيش ان انت ابن عمي بقى خالص. خلاص ركلس كده وخش بقى على المشهد يلا. مشهد يا ابني ده عامله بصبع رجل المشهد ده. ربنا يوفقك يا رب. زوم ان على رجل امينه كده. يا امينه يا خيله، بعد تعب كل السنين دي والشقة والغربة، جاية دلوقتي تقوليلي خلاص؟ أنا مش هسيبك. هقتلك 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 هقتلك. الله يا دولة، الله الله. والله يا ابني تاخد فيها فسكر، أنت مولود نجم يا دولة. بس دي يعني فيها دراما يعني يا دولة. افرض المخرج دلوقتي قالك يعني اعمله مثلا رومانسي. رومانسي؟ دي لعبتي يا ابني الرومانسي. يلا بقى دولة. زوم إن على رجل أمينة كده يا أمينة يا خينة، بعد تعب كل السنين دي جاي دلوقتي تقوليلي خلاص؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله والله حبيتك يا دولة، حبيتك. هي دي الرومانسية، هي دي الرومانسية بقى. ولا تقولي بقى ولا هاني سلامة ولا أحمد عزت. احمد عز يا ابني، احمد عز ايه؟ ايه رايك؟ 100 100 دول وحافظ و100. افرض بقى دلوقتي المخرج يعني اتجنن في ودانه، ها، وقال لك اعمله مثلا كوميدي. كوميدي؟ ده لعبي انا اصلا كوميدي يا ابني. بص بقى. زوم ان على رجل امينة كده يا امينة يا ايه؟ يا ايه؟ يا خاينة، بعد تعب السنين دي يا تقولي لي خلاص؟ لا خلاص ايه؟ عارفة هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ انت ايه عامل امينة؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ والله ينفع كوميدي برضه. ايه؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله عليك يا دولة، الله. هي دي الكوميديا. امال ايه يا ابني؟ كوميديا كوميديا بقى، لا تقول لي محمد سعد ولا محمد هندي ولا غيره. محمد هندي يا دولة؟ انت هتعرف اكتر مني، ده صاحبي يالا. طيب يا دولة يعني معلش، يعني افرض يعني منى زكي معانا وبتاع، فاكيد هيبقى في مثلا استعراض ولا حاجة. استعراض؟ اه. ده لعبتي يا ابني الاستعراض. يا نهار ابيض، انا اصلا كنت في فرقة رضا، اتخانقت مع رضا بقى. المهم يعني استعراض. زوم ان على رجل امينة، زوم ان على رجل امينة، زوم ان على رجل امينة، زوم ان على رجل امينة.